إذا قيل لك ما أنواع الدعاء الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله؟ من صرفه لغير الله مهما كان ذلك الذي صرف إليه مهما كان بالمنزلة عند الله، فإن من صرف هذا الدعاء فإنه مشرك بالله شركا أكبر. ما أنواع الدعاء؟ فقل: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة معروف، أن تقول: يا ربي ارزقني، ارحمني، اغفر لي. أما دعاء العبادة فكل عبادة تقوم بها فهي دعاء. الصلاة دعاء، لكن أي دعاء؟ دعاء عبادة، لأنك ما صليت إلا ولسان حالك يقول: يا ربي أدخلني الجنة ونجني من النار. ما صمت، ما حججت، ما زكيت إلا من أجل أن يدخلك الله الجنة وأن يجرك من النار. فكل عبادة هي دعاء عبادة.